السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معايا في قناتي قناة تشير أمنية هنبدأ مع بعض دلوقتي حل ملف الأنشطة وعشرين الخاص بأبنائنا في الخارج أو امتحانات السفارة هنبدأ مع بعض حل ملف التقييم كامل هنحل الاول ملف اللغات وان شاء الله في الفيديو الجاي هنحل ملفات العربي تمام يلا بينا نبدا بس ما تنسوش قبل ما نبدا لو عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب للقناه وكمان شيروا اللينك عشان كل اصحابنا يتفرجوا عليه الهدف من ملف الانشطه ان الطالب يحل لوحده تمام غير المتداول خالص وان احنا بننال الاجابات فان شاء الله النهاردة هنحل مع بعض جزء جزء عشان لو الولد او البنت مش فاهم الاجابة ايه وجات ازاي ما يبقاش بين وخلاص، ولكن يكون فاهم ويستفيد من تجربة حل الانشطة يلا بينا نبدأ يلا بينا هنبدا اول حاجه او اول فيديو بملف الانشطه الخاص بالصف الاول الابتدائي لطلاب اللغات ونسال مع بعض نقول يا ترى هو ايه الفرق ما بين ملف انشطه اللغات وملف انشطه العربي ملف انشطه اللغات بيكون فيه ماس وبيكون فيه ساينس اما ملف انشطه كمان كونكتيف لاس ما تنسوش اما ملف انشطه العربي بيكون عباره عن علوم ودراسات وكمان بيكون رياضيات تمام ايه ده هو في في ملف الانشطه دراسات اه في دراسات طب بس هم ما درسوش الدراسات يعني خلينا نقول ان العلوم او الساينس هم درسوه في الاكتشاف والديسكفر لكن ايه حكايه الدراسات دي بقى الدراسات يا جماعه هي عباره عن شيت واحد في نهايه الجزء الخاص بيه الملف ويعني يعتبر معلومات عامه الولاد اخدوها يعني مثلا كل صفنا على حده واحنا برضه هنشرحه دلوقتي مع بعض اوكي يلا بينا نبدا اول ورقه في ملف الانشطه النشاط الأول أو الخاص باللغة أو الحاجة اللغة العربية، النشاط الأول ارسم دائرة حول حرف الألف، ارسم دائرة حول حرف الألف، تعالوا كده بينا الكلمات الموجودة أخي أنا جدتي أبي، تعالوا نشوف إيه الكلمات اللي فيها حرف ألف، أول كلمة هي كلمة أخي ثاني كلمة أمي طبعا هنعمل دايرة حوالين حرف الألف بس كده بالشكل ده أنا أبي كلهم حوالين حرف الألف تمام نيجي بعد كده النشاط الثاني أنطق وأكتب الحرف الأول مع الضبط بالشكل يعني نكتب التشكيل أول كلمة وهي أو أول صورة وهي كلمة أسد هنكتب حرف ألف وفوقيه فتح تاني كلمة مقص مقص هنكتب حرف الميم وتحتها كسرة تالت كلمة وهي كلمة جمل حرف الجيم وفوقيها فتحة تمام تعال. ، تعالوا بعد كده نشوف النشاط التالت بنكون جملة حروف أول كلمة وهي كلمة قطة طبعا لازم ندي الولد أو البنت الفرصة أنه هو يفكر وبعدها يبدأ يحل أول كلمة وهي كلمة قطة طبعا هسيب لكم إن شاء الله في الوصف تحت هتلاقوا المل... اللينك الخاص بالواتساب هتلاقوا عليه الملف كامل سواء كان فاضي ما اجابات او فيه الاجابات بتاعته عشان نصحح منه كتب تاني كلمه وهي كلمه كتب تالت كلمه وهي كلمه امر رابع كلمة وهي كلمة موز. أوكي، نيجي بعد كده بقى للنشاط الرابع، لون الكلمات المفردة باللون الأحمر والجمع باللون الأزرق، تعالوا نشوف مع بعض. ظروف، كلمة ظروف جمع ولا مفرد؟ جمع يبقى هنلونها باللون الأزرق. كلمة فيل، فيل مفرد هنلونها باللون الأحمر. قلم مفرد بالأحمر، مصباح باللون الأحمر، صناديق باللون الأزرق، بذرة باللون الأحمر، وكده تكون خلصت أول- أول صفحة من اللغة العربية، تعالوا نشوف اللي بعدها، أكمل الجمل التالية بفعل ماضي مناسب، مطلوب مننا إن إحنا نستخدم فعل إيه؟ فعل ماضي، تعالوا نشوف أول جمل. أول كلمة أو أول جملة محمد الدرس أكتب ذاكر محمد الدرس طب لو كتبت كتب ما مفيش مشكلة ذاكر محمد الدرس تاني جملة هند الواجب ممكن أقول إيه كتبت هند الواجب رقم تلاتة روان إلى النادي ذهبت روان إلى النادي، رابع كلمة شاهد كريم التلفاز، ممكن أقول فتح كريم التلفاز دي صح ودي صح، أكتب بخط جميل أنا أحب مصر، أنا أحب مصر، يجي سؤال مهم جدا نكتب بالأزرق او نكتب ب بي... نكتب بالازرق ولا نكتب يا تيتشر بالقلم الرصاص اي واحد فيهم المهم ان انت تكون اجابتك مظبوطه كده كده حتى لما هنرفع الموقع هنعمل بكام سكانر او نستخدم برنامج كام سكانر تمام طب يلا بينا بقى تاني بارت وهو القسم الخاص باللغه الانجليزيه ده هيكون عند طلاب العربي واللغات الجزء ده هيكون عند طلاب العربي واللغات اللي هو الخاص بيه تمام طيب أول كلمة أول صورة وهي كلمة تري ننزل عند حروف كلمة تري ونوصل تاني كلمة باس تالت كلمة باج رابع كلمة فلاج خامس كلمة أبل سادس كلمة ستار تمام النشاط الثاني Look and match the word with the picture. يعني هنبص على الكلمة وهنوصلها بيه بتاعتها أول كلمة وهي كلمة oil oil يعني زيت ثاني كلمة وهي كلمة cake cake ثالث كلمة وهي orange orange رابع كلمة وهي candle candle خامس كلمة Olives، تمام؟ دي كده البيج اللي رقم أربعة أو أول صفحة في اللغة الإنجليزية، بعد كده Look and match the word with the picture يعني هن- هنعمل إيه هنقرا الكلمة ونوصلها بالصورة، أول كلمة وهي كلمة square يعني إيه square؟ سكوير معناها مربع، يبقى هنوصل حروف كلمة square بكلمة- بشكل مربع. تاني كلمة وهي circle circle هنوصلها بسيركل بالدائرة تالت كلمة star star رابع كلمة rectangle rectangle خامس كلمة triangle triangle وهيبدأ الولد أو البنت يوصل بالشكل ده طيب بعد كده count and رايز the number ها نعد ونكتب الرقم One, two, three, four, five, six, seven, eight. Give a number eight. I detective Horuf eight. Oh, I bad kidda. balloons. One, two, three, four, five. Five balloons. Give an five. balloons number 5 ونكتب حروف كلمه 5 بعد كده 3 cakes اكتب 3 رقم 3 وجنبها حروف الكلمه candles تنشوف بقى كم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 يبقى هكتب رقم او كلمه 10 طيب هو لو انا ما كتبتش حروف الرقم فيش مشكله هو كده كاتب كاونت اند نمبر يعني هنعد ونكتب الرقم طيب نيجي بعد كده بقى هنكتب الايه الماسنج ليدر اول صوره وهي صوره فلاج يعني ناقصه حرف الاف تاني كلمه درم ناقصه حرف الدي تالت كلمه تري حرف التي رابع كلمه جيتار ناقصه حرف الجي تمام بعد كده رايت مثلاً جلادر اكتب الحرف الناقص وده كان التمرين بتاع الفرق ما بين ال والاف واخدينه في الكونكت تعالوا نشوف اول حاجه فوق ان احنا بنبص في الباكيتشر وبعد ما نبص في الباكيتشر نبدا بقى نكتب الحرف الناقص فاول صوره دي حروف كلمه فيولين فيولين ناقص حرف ال في تاني كلمه حروف كلمه جام جام تالت كلمة جاكيت، جاكيت رابع كلمة فان، فان خامس كلمة فيت، فيت طيب يعني اكتبهم كابيتال ولا سمول مش هتفرق كابيتال أو سمول عادي جدا، تمام؟ طيب النشاط السابع write the missing letter نكتب برضو الحرف الناقص. أول كلمة في الصورة وهي كلمة ليف يعني ورقة شجر ناقص حرف الال، تاني كلمة إيج ناقص حرف الإي، تالت كلمة ماب ناقص حرف البي، خامس كلمة دينتست يعني طبيبة أسنان ناقص حرف الإي، يبقى ليف ناقص حرف ال. إيج ناقص حرف الإي، ماب ناقص حرف البي، ماب يعني خريطة. دنتست يعني طبيب اسنان ناقص حرف ال -E. تعال نشوف الصفحة اللي بعدها look and write the number هنعد ونكتب النمبر اول حاجة one bag شنطة واحدة بس يبقى هكتب number one هكتب number one هي دي حروف كلمة one تاني حاجة two rulers هكتب two وحروف كلمة two three beans يبقى هكتب three وحروف كلمة three four books يبقى هكتب رقم four وجنبه حروف كلمة four

بعد كده 1 2 3 4 5 اكتب حروف كلمه 5 بعد كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 يبقى اكتب حروف كلمه 9 1 2 3 4 5 6 يبقى اكتب حروف كلمه 6 count the number and write the number 1 2 six. اكتب 6 six. 7 seven. Seven. زي ما يكون بيعمل كونت بعد كده البالونز 8 اكتب حروف كلمه 8 بعد كده الكيكس ناين اكتب حروف كلمة ناين. بعد كده تن اكتب حروف كلمة تن طيب look and write the word. أول صورة في الباكيتشر وهي كلمة pass pass. تاني كلمة hand hand. تالت كلمة book. book رابع كلمة dog dog خامس كلمة tree tree اوكي تعالوا نشوف البيج اللي بعدها التربية الدينية الإسلامية إذا حتى الدين ليه كمان أيوة الدين كمان ليه بيج طبعا الدين ال... الدين الاسلامي وكمان الدين المسيحي فطلاب الدين الاسلامي هيحلوا الدين الاسلامي بس وطلاب الدين المسيحي هيحلوا المسيحي بس انا هحل معاكم دلوقتي الدين الاسلامي اكتب اركان الاسلام بالترتيب كما هو موضح في الصوره الحج الزكاه الصلاه الصوم الشهادتين طبعا اول اول فريضه او اول ركن في اركان الاسلام الشهادتين يبقى انا هكتب كلمه الشهادتين أركان الإسلام خمسة أول واحدة فيهم هي الشهادتين تاني كلمة الشهادتين بعد الشهادتين بيكون إيه إقامة الصلاة أكتب في الركن التاني الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان الحج أوكي. بعد كده السؤال الثاني ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في مكانها الخالي كما جاء في سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يبقى أنا هكتب كلمة رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين ريت تكتبها بالتشكيل زي ما هي مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم خدوا بالكم عمت عليهم غير لازم تتكتب مع بعض طيب تعالوا نشوف بقى السؤال التالت ايوه بس المكان قليل وصغير ما فيش مشكله احنا هنكتب كلمه فوق كلمه تحت المهم ان انتوا تكتبوا الاجابه هنا حتى لو عملنا ارقام يعني مثلا رقمنا دي الاولى دي الثانيه دي الثالثه دي الرابعه ما فيش مشكله اكتب او انقل كل عباره من العبارات الاتيه تحت الصوره المناسبه اول حاجه هنبص للصوره وهنكتب الكلمه التحيات لله ولا الحمد لله رب العالمين ولا السلام عليكم ورحمة الله ولا سبحان ربي العظيم ولا سبحان ربي الأعلى طبعا دي ال... كان الصلاة أول حاجة وهي الحمد لله رب العالمين أو أول صورة هتكون الحمد لله رب العالمين يبقى أنا هكتب الحمد لله رب العالمين تحت الصورة الأولى، بعد كده، سبحان ربي العظيم. بعد كده، سبحان ربي الأعلى. في السجود. بعد كده التحيات لله بعد كده السلام عليكم يلا نشوف السؤال الرابع اختر الاجابه الصحيحه مما بين الاقواس تعالوا نشوف ايه الاجابه الصحيحه اول حاجه اول سؤال الله ربي ولا رسولي ولا خليلي الله ربي هنختار ربي محمد نبينا عليه الصلاه والسلام الاسلام ديني القران كتابي بني الاسلام على خمس تمام ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. أول جملة: المسلم الأمين يحفظ الأمانة، طبعا إجابة صحيحة رقم اتنين: المسلم يصلي خمس صلوات في الأسبوع خطأ خمس صلوات في اليوم. طلب العلم فريضة على الرجال فقط خطأ المسلم يقول الحق دائما صحيحة أدخل المسجد بقدم اليسرى خطأ وقدم اليمنى بعد كده هنعمل إيه هنوصل أول واحدة أغسل وجهي طبعا دي أرقان الوضوء أغسل وجهي سأغسل رجلي ثلاث مرات إيه دي أغسل رجلي ثلاث مرات أغسل اليدين إلى المرفقين فين المرفقين أهي المنم... المضمضه والاستنشاق أيه. مسح الراس مره واحده امسح اذني مره واحده اغسل وجهي ثلاث مرات تعالوا نشوف الصفحه اللي بعدها الحديث الشريف أكمل مكان النقط بين القوسين روي عمر بن أبي سلمة قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تضيش في الصفحة في الصحفة فقال لي رسول الله يا غلام سم هنكتب كلمة سم الله طبعا الكلمات فوق يليك وكل وسم سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك تمام تعالوا نشوف الصفحة اللي بعدها بعد كده أسئلة التربية الدينية المسيحية للطلاب المسيحيين بعد كده جزء الماس نيجي دلوقتي بقى البورت الماس use the number line to find هنشوف اللم number لاين عشان نلاقي إيه إجابة six plus three six plus three تعالوا كده نمشي

9 بعد كده activity number 2 join to have the sum of 9 هنجمع كل رقمين لو عملنا لهم addition مع بعض يقبولي the number 9 تعالوا نشوف كده مع بعض أول حاجة 8 8 plus what 8 plus 1 2 2 plus what 2 plus 7 5 5 plus what 5 plus 4 3 3 plus what 3 plus 6 0 0 plus what 0 plus 9 تمام طبعا إحنا مش هنوصل بالألوان إحنا هنوصل بالقلم الرصاص أوكي أكتيفيتي نمبر 3 كونت اند كولر هنلون بقى هنا خدوا بالكم لما نستخدم الألوان نستخدم الألوان الخشب أوكي okay. تعالوا نشوف بقى كده أكتيفيتي 3 كونت هنايد ونلون اللي تحت ده نمبر وات نمبر فور طيب

هنعد ونكتب الرقم وبعد ما نكتب الرقم نبدا ان احنا نكتب اكبر او اصغر ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 يبقى نمبر 10 1 2 3 4 5 6 7 7 يبقى مور ذان تمام نشوف اللي بعده 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 تمام بعد كده بقى تعالوا نعد مع بعض وكمان نلون اول حاجه الشكل الايه ريكتانجل ادي 1 2 3 4 5 يبقى احنا هنلون لحد نمبر 5 1 2 3 4 5 يبقى احنا هنلون الجزء ده كده تمام تاني نمبر وهو السيلندر 1 2 3 4 5 طبعا هو عامل سبع خانات فاحنا هنلون يعني او نرسم خانه كده ونلونها بعد كده this shape 1 2 3 4 يبقى 1 2 3 this shape 1 and 2 يبقى 2 نبدا ان احنا نلون على حسب المربعات تمام

تالت صورة it's nine o'clock تالت صورة اتس six o'clock تمام يلا نشوف اللي بعده بعد كده ال signs أو الجزء الخاص بال signs هنعمل إيه؟ هنعمل direction هنشوف إذا كان ال ال bird مثلا أو أي thing إذا كان دوت uh, living or non living أول واحدة ال bird does it grow does it grow and change yes does it need food and water yes does it need air yes does it move by itself yes Is it living? Yes, living. Rock. Does it grow? No. Does it need water? No. Does it need air? No. Does it move by, by itself? No. Is it living? No. Tree. Does it grow? Yes. Does it need food and water? Yes. Does it need air? Yes. طبعا هنا بيتكلم عن الكائنات الحية والكائنات الغير حية تمام Does it move itself بتتحرك لوحدها؟ لا طبعا Does it change? Is it living? Yes طبعا هي living things Slide الزحليقة Does it grow تكبر No Does it need food? No Does it need air? بتحتاج هواء؟ No Does it move? No is it leaving? طبعاً نو no. نشوف البيج اللي بعدها بلانت diagram بنتكلم عن ال أول حاجة أو أول كلمة وهي كلمة flower أول جزء هنا فوق flower بعد كده ستيم. أنا هنا بكتب أجزاء الوردة بعد ستيم leaves وبعد ما هكتب اجزاء ابدا بقى اوصل كل واحده باللي هي بتعمله بعد كده تحت خالص الروت تمام اللي هي الكلمات اللي فوق عندي في البوكس ابدا بقى اوصل تمام تعالوا نشوف اول كلمه هاي ذا بلانت ان ذا جراوند سوكت ووتر فروم ذا سويل مين هي طبعا الروتس هوصل هنا مع الروتس وهوصل الروتس تاني حاجة hold the plant up بتشيل النبات carries water from the roots وتجيب وتحمل المية من الجذور to the different parts of the plant طبعا stem بعد كده let in air بتكون في الهواء use sunlight to make food وتستخدم الفو... الشمس عشان تعمل الغذاء طبعا ال leaves makes the seeds ومن بقى طبعا اللي بتكون ال, ال seeds البذور طبعا الفلاور وابدأ اوصل كل واحدة بالتانية بعد كده take care of environment يلا نحافظ على البيئة بتاعتنا نشوف هنحط علامة اكس على الأكشنز اللي هي heart the environment وهنحط circle لونها green على الأكشنز اللي هي take care of the environment أول شكل طبعا الولد اللي بيرمي الرابش طبعا ده حاجة خاطئة use pain طبعا دي حاجة كويس هنا خاطئ هنا good thing take care لكن هنا Action Heart is Environment Heart Environment لكن هنا طبعاً دي تيك كير اوكي بعد كده داز ايت هنحط الكلمات اللي بتعمل الانفوليوشن الانفايرمنت البوليوشن يعني ال انا عندي هنا دلوقتي ترانسبورتيشنز اكتر من وسيله مواصلات هكتب الحاجات اللي بتعمل بوليوشن تلوث والحاجات اللي ما بتعملش نو بوليوشن تعالوا نكتبها مع بعض هنبدا حاجه حاجه اول حاجه الترين طبعا بوليوشن هستخدمه مع البوليوشن هحطه هنا كار مع البوليوشن Boot, la el boot pollution, no pollution. Walk, no pollution. Airplane, no pollution. Bicycle, no pollution. Pass, pollution tab تمام نشوف البيج اللي بعدها بعد كده اهو الجزء اللي انا بقول عليه اللي هو الخاص بالدراسات الاجتماعيه امامك صور لادوات الدراسات في كل كلمه باسمها اول صوره ديت اسمها ايه دواره الرياح يبقى هنوصلها مع كلمه دواره الرياح تاني كلمه نموذج الكره الارضيه تالت كلمه جي بي اس بعد كده هنوصل كل ماده خام بالحاجة اللي بنصنعها منها أول حاجة التري أقدر أخد إيه من الشجر أقدر أخد الخشب وأصنع الكراسي تاني حاجة القمح أو الويت بعمل منها البريد تالت حاجة الكتن بعمل منها الكلوزز بعد كده الجزء الخاص connect Plus زي ما قلت لكم لأن اللغات بيستخدم connect Plus تعالوا نشوف مع بعض أول كلمة وهي بول بول هكتب حروف كلمة بول، ممكن أكتب باسكت بول على فكرة، ممكن أكتب ابل بعد كده نمبر تو ابل بعد كده ستروبري بعد كده تدي تمام نمبر ثري look and count هنعد بس طيب أول واحدة one car يبقى هكتب number one two rabbits هكتب number two بعد كده three cats هكتب number three بعد كده four ducks هكتب number four بعد كده 5 ايس كريمس اكتب نمبر 5 بعد كده read and draw هنقرا الكلمه اللي فوق ونبدا نرسم مربعات على شكلها تمام طيب تو ريكتانجلز انا عندي في الصوره ريكتانجل واحد فانا هكتب الريكتانجل الثاني او هرسم الريكتانجل الثاني بعد كده 4 سكويرز هنا في 1 ادي 2 3 4 Five triangle, and one, two, three, four, five. Seven circles, one, two, three, four, five, six, seven. Now look and write, and next tip, come in, the person that boys or girls feel family. How will you get Cousin, boy, or girl. تاني كلمة وهي sister sister طب يطربها sister دي boy ولا girl طبعا girl أكتبها في ال girls بعد كده grandma grandma تبقى ايه grandma grandma طبعا girls بعد كده brother brother أكتب brother بعد كده مام مام طبعا الأم بنت بعد كده أونت العمة برضو بنت بعد كده جرامبا جرامبا با. با طبعا ده بوي بعد كده أنكل أنكل بعد انكل داد يعني من الاخر بحط ال ال الفاميلي بتاعتنا الفاميلي ممبرز البنات في خانة الجيرلز والولاد في خانة البويز تمام بس كده look and the number هنكتب النمبر اول حاجة he is young he is young تعال نشوف كده مين he is young ادي نمبر 1 Number two, he is kind. He is kind. Number two, active number two. Number three, she is tall. Yep, she is tall. Number four, she is old. Active number four. Read and complete. Do you have a brother? إبقى أول وحدة هي كلمة have. Yes, I do. Do you have? إبقى نقصة هنا كلمة you. Do you have a sister? نقصة كلمة sister. بعد كده read and complete هكمل بالكلمات اللي في البوكس أول كلمة market ثاني كلمة bakery ثالث كلمة butchers طيب we buy meat at the what هنشتري اللحمة من عند مين butchers ثاني حاجة we buy fruit at what market we buy bread from what from bakery بعد كده make the question in and answer. أول سؤال what's your name my name is Faris تاني سؤال how old are you I'm six what is this it's a pencil case do you have a sister no I have a brother who is this this is my cousin كل الكلام ده طبعا احنا واخدينه في connect plus بعد كده هنعمل برضو matching أول حاجة horses are big yes bird is small يبقى هنوصلها مع ال bird chickens are small هوصلها مع ال chickens الجمع cow is big هوصلها مع ال cow after that هنكتب ال animals في صف ال animals plants في صف ال plants places في صف ال places أول حاجة bird طبعا bird ده animals tree يبقى plants river يبقى place اللي بعده grass grass plants يبقى اكتبه ناحية plants city place duck طبعاً ده animal fish animal desert طبعاً ده place بعد كده آخر حاجة flower it's water طبعا احنا هنعمل ايه؟ read and complete هنقرا الجملة ونستخدم الانيمال المناسب من bird وفيش fish طيب أول حاجة it's small it swims in the river مين اللي بيعمل swim؟ fish كلمات فيش تاني حاجة it lives on the farm it eats hay مين اللي بياكل الهي التبن goat it flies in the sky bird ودي كده تكون البيج نمبر 22 وبكده يكون انتهى الملف كامل اتمنى ان شاء الله ان انتوا تكونوا استفدتوا ونحل بالراحه وعلى مهلنا ويا لو نعمل نسختين علشان لو الولد او البنت غلط في اي حاجه نقدر نحلها تاني Thank you very much. أتمنى إن شاء الله أن تكونوا استفدتم من الفيديو وما تنسوش لايك. Goodbye.